إن الأنبياء المرسلين هم عبرة للمؤمنين، وهم أشد المبتلين. وهنا عظة لكل من مبتلى، نقول له إن الله غالب على ما يصفون. لقد أسكن الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء، أسكنهم الجنة لكي ينعموا فيها وبها، ليأكلوا فيها ومنها بخيرها ونقائها. وحذرهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم ألا يأكلوا من شجرة، ولكن إبليس اللعين وسوس لهم أن يأكلوا من هذه الشجرة، وقال لهم إن أكلتم من هذه الشجرة فسوف تعيشوا حياة دائمة، لا تموتوا أبدا وتصبحوا ملائكة. فوسوس لهم الشيطان وأكل آدم وحواء من الشجرة وعصوا الله، وكانت النتيجة خروجهم من الجنة. وخرج آدم وحواء من الجنة ونزلوا إلى سطح الأرض، وأصبح أول من نزل على سطح الأرض سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء. ليسوا فقط، ولكن على سطح الأرض معهم إبليس اللعين، وبدأت العداوة الأزلية ما بين إبليس اللعين وجنوده، وهو يعلمهم الشيطان في كيف يجعل آدم عليه السلام وحواء لا يشكر الله، كيف يجعلهم يرتكبوا المعصية والذنوب لمعصية الله سبحانه وتعالى. ولكن سيدنا آدم عليه السلام استعان بسلاح في أشد القوة ليتغلب على إبليس، ألا وهو الاستغفار. فكان يستغفر ويصلي إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر عن هذا الذنب الذي جعله ينزل من الجنة إلى الأرض. وغلب إبليس من سيدنا آدم لأنه كان قوي بإيمانه بالله، كان قوي بالاستغفار، وكان يرجم الشيطان ويقول له اذهب يا رجيم، ويرجمه ويقول له اذهب يا رجيم. أحبائي، دائما وأبدا نستعيذ، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. سلاح قوي والاستغفار يعلمهن أبانا آدم وأمنا حواء عليهم السلام. أعزائي، هزم إبليس من سيدنا آدم عليه السلام، ولكن لم يهزم من بني آدم، فلقد أنجب سيدنا آدم عليه السلام في بدايته ذكر وأنثى، ثم ذكر وأنثى، ثم ذكر وأنثى، وتزوج ذكر من أنثى لينجب أكثر. ولكن في السلالة الأولى والثانية انتصر إبليس، ووسوس إبليس إلى بني آدم، وقتل بني آدم أخاه، فقتلوا. تخيلوا، قتل أخوه، ودي كانت أول جريمة على سطح الأرض، إن بني ابن آدم يقتل أخاه. بالفطرة، من وسوسة إبليس، من وسوسة الشياطين. فحذاري أحبائي من الوسوسة. سؤال يطرح نفسه، إزاي أعرف إن دي وسوسة من الشيطان؟ بكل بساطة، عندما تجد نفسك أن تريد أن تفعل شيء لا يعقده
عقل مؤمن ولا يعقله عقل حكيم ولا يعقله إنسان يخشى الله. هنا تعلم إنك في وسوسة، وليس شرط أن الوسوسة تكون مع نفسك فردا أو فردا مع نفسك، ولكن ممكن أن يكون أمام الناس ولكن لا يعقله العقل المؤمن. هنا تدرك تماما إن هناك وسوسة، إن العداوة الأزلية بين الإنسان وإبليس مدى الحياة إلى يوم القيامة، لأن إبليس طرد من الجنة بسبب معصيته إلى الله، لأنه لم يسجد لبني آدم، لأنه لم يسجد لآدم عليه السلام، وقال إني خلقت من نار وخلق من طين فأنا أفضل منه. أحبائي، وقتل بني ابن آدم أخاه، وكانت فطرة ولا يعرف كيف يدفنه، ولكن بعث الله غرابا ويريه كيف يدفن أخاه، وبكى آدم واستغفر آدم عليه السلام على ابنه، وصلى عليه واستغفر الله بسبب معصية أبنائه الابن الذي قتل أخاه. وبعد وقت كبير مات سيدنا آدم عليه السلام، ولكن قبل موته كان يوصي أبنائه بالبعد عن الشيطان وعدم طاعة إبليس في الوساوس، وأوصاهم بالبعد عن الشيطان والاستغفار والبعد عن معصية الله، لأن إبليس لم يتغلب على سيدنا آدم ولكن تغلب على أبناء آدم وأحفاده. وهنا أوصي أحبائي، خذوا بالكم، نحن أبناء وأحفاد آدم عليه السلام، فأوصيكم بعدم اتباع الشيطان، وكن دائما قوي بالاستغفار والصلوات ورجم الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. أحبائي، دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا، ونضع السؤال في نهاية الحلقة اللي بيقول: لماذا طرد سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء من الجنة؟ هتبعت رسالة على الماسنجر على الصفحة باسمك، ولو عايز تبعت صورتك تحت أمرك وننزل لك التهنئة على الصفحة. حبايبي شكرا، ونتقابل غدا في حلقة جديدة من برنامجنا على العاشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.